تعجز الكلمات وتعجز الحروف عن الشعور ان احنا حاسينه والليله يوم عيد ويوم فرح بالنسبه للطريقه الختميه. انا بمثل الله اكبر هاشم ابو هاشم، انا بمثل الطريقه الختميه لمدينه تنبول الشقال شرق الجزيره. الله اكبر عاش ابو هاشم، عاش ابو هاشم، عاش ابو هاشم، عاش ابو هاشم. ونحن بنعتبر
إنه عودة السيد محمد عثمان المرغني عودة وطن، الوطن يتجزى، الوطن يتقسم، الوطن حروب، لا أمان لا سلام إلا يا عثمان. في البدء بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكل جماهير الشعب السوداني الذي أتت في هذا اليوم، في هذا اليوم الذي يشهد حدثا تاريخا تاريخيا بعودة السيد مولانا محمد عثمان المرغني رئيس الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل ومرشد الطريق الختمية. عودة السيد محمد عثمان المرغني اليوم إلى البلاد هو حدثا فريدا من نوعه. هذه العودة لا تخص الطريق الختمية وحدها ولا الحزب الاتحاد الديمقراطي وحده، بل تخص جميع الشعب السوداني. إن عودة السيد محمد عثمان المرغني ستساعد وتساهم في حل الأزمة السياسية في السودان وستدفع بها إلى الأمام، لأن السيد محمد عثمان المرغني يعد من الحكماء ومن أهل الرأي والحل والعقد بهذا البلد. فإن عودة السيد محمد عثمان اليوم ستكون لها مدلولات كثيرة، واليوم قال الشعب السوداني كلمته. هذه الجماهير وهذه الحشود إنما رسالة إلى كل المتربصين بوحدة التراب الوطن، ولكل المتربصين الذين يجهلون ما معنى كلمة الأحزاب التقليدية والأحزاب الجماهيرية. بسم الله الرحيم، وبه الإعانة بدءا وختما، وصلى الله على سيدنا محمد ذاتا ووصفا واسما. اليوم الفرح يعم المكان ويعم الأشخاص ويعم البلاد بعودة مولانا السيد محمد عثمان المرغني ابن مولانا السيد علي المرغني، الرجل صاحب التاريخ العريق الكبير المشرف الوطني الغيور، الرجل الذي هو باعتباره الأب الروحي لكل السودانيين. يشرفنا بعد قليل بإذن الله تعالى ينزل في أرض الوطن ليجد الناس كلها يعني تحمله على أكف المحبة والشوق، وبإذن الله تعالى يحيي الله سبحانه وتعالى به ما فات وما مات من أمر هذا البلد. كل الناس تنتظر وتعمل في عودته الظافرة حتى يعني يعم الخير والنماء والازدهار والسلام بعودته، لأنه يعني ما حل في مكان رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مواله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة نحن في شباب شرق النيل وكل شباب السودان سعداء جدا بقدوم مولانا السيد محمد عثمان المرغني، الذي نتمنى أن يكون وبإذن الله تعالى سيكون هو القائد الحقيقي لشعب السودان، وكما تهتف جميع الجماهير نعم القائد يا عثمان. وحقيقة نتمنى أن يكون سيدنا محمد عثمان المرغني منقذ لهذه الأمة الذي عانت طوال السنين الذي خرج منها من البلاد. نحن جماهير الختمية بولاية نهر النيل منطقة الكتياب وحمودات والنوبة والفادنية أتينا لاستقبال مولانا الحسيب النسيب سيادة مولانا السيد محمد عثمان المرغني رضي الله تعالى عنه، وكل الأمل والصغة فإنه هو المنقذ الوحيد لهذه البلاد من وحدتها، وهو الذي تحل بيديه كل مشاكل السودان إن شاء الله تعالى. ونقول له حباب عثمان، حباب سمع الأصل والصولة، حباب من المجد والملاه المولى، لغيت الأرض حباب الماكل مال الغروض والدولة، لغيت الوطن أنت الإمام الأولى. عاش أبو هاشم، عاش أبو هاشم، عاش أبو هاشم، عاش أبو هاشم. الآن ونحن في عودة مولانا السيد محمد عثمان المرغني عودا حميدا لهذا الرجل، الرجل الذي أحب السودان وأحباه السودان. كل السودانيين يحبوا مولانا السيد علي المرغني عليه الرحمة، كل السودانيين يحبوا مولانا السيد محمد عثمان المرغني، له العافية والصحة والعودة الحميد. ونحن في أمس الحاجة له لرأيه وفكره ورأيه السليم والسديد. والمثل بيقول لك ما عنده كبير يشتري له كبير. نحمد الله إنه مولانا ما محتاج، محتاجين له نحن في السودان، ومحتاجين لرأيه، ومحتاجين لكلمته، ومحتاجين لرأيه السديد. ونحن إن شاء الله في هذه اللحظة وبعودته يتم توحيدنا الآن
الآن نحن توحدنا في السودان في حزب الاتحاد الديمقراطي الأصل بشكل كل شقيه، لا كبير لنا إلا مولانا السيد محمد سلمان المرغني، وكل كلمة كل كلمة يلغاها مولانا السيد محمد سلمان المرغني نحن سوف نطبقها ونناقشه فيها ونأيدها ونقوم بتطبيقها في السودان. والسودان الآن في حوجة له ونحن في حوجة للوحدة. اتحدوا أيها الاتحاديون، اتحدوا أيها السياسيون، اتحدوا أيها السودانيون، اتحدوا أيها العسكريون، اتحدوا أيها الدينيون، اتحدوا كل على وجه على رجل قلب رجل واحد هو مولانا السيد محمد سلمان المرغني. أمنا وطموحاتنا في المرغني ذاته إنه يصلح لنا أوضاع البلد دي، ما دايرين حاجة ثانية. هو جاي أصلاً من هناك، جاي عشان البلد دي، ده هدفه الأساسي، جاي عشان السودان. ويعني بعد عودة بعد زمن طويل من السودان وغياب طويل للسودان، فدارين إنه نحن ومحتاجين له شديد والله. والله محتاجين له شديد صراحة يعني في البلد دي. هو زول يعني معروف عند البلد كلها، وزول ديمقراطي، ويعني دايرين يعني يصلح لنا البلد، بس اوضاع البلد وهو ذاته الكبير فينا وحقنا ومننا وفينا، يعني دايرين انه يصلح لنا البلد، ما في اكثر من كده. قام بالطبع انه عوده السيد محمد سلمان المرغني تمثل عائد كبير للشعب السوداني، والان جميع الشعب السوداني